السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دي مسيسي لاتشي وطريحانة، كمان نقدم لكم عصير كيجي لذيذ وخاطر بمكونات بسيطة. كيف ديما إلى عجبكم فيديو وضع لايك وانضمام للقناة. بسم الله على بركة الله، عندنا 400 غرام ديال الجزر، ما يعادل 4 حبات جزر مقشر ومقطع قطع صغيرة، مع نصف لتر من الماء. كنسلقوا تقريبا مدة ديال 15 دقيقة أو أقل على حسب النوعية ديال الجزر. كنسلقوه كنخليه حتى كيبرد تماما. بعد ما برد الجزر كنخليه بالماء اللي سلقته فيه بحاجة الأربع حبات ديال الخوخ أو الشهدية، ما يعادل 200 غرام خوخ أو شهدية، كتقشروه وتقطعوه طريفات. نصف ملعقة صغيرة من القرفة، كتجي رائعة في الطعم ديال العصير. كنضيفوها على الخوخ او الشهديه، هادشي كيبقى اختياري. كنضيفوا الجزر بالماء ديالو اللي سلقناه بعد ما كيكون برد لينا تماما. كنطحنوا مزيان، هذا هو القوام اللي كنحصلوا عليه، كيكون خاطر. كنحتاجوا لعصير ليمونه حامضه كما لاحظتوا، يعني نصف كاس صغير عصير ليمونه حامضه. كنحتاجوا ايضا نصف لتر من عصير البرتقال او لتر الا ربع، في حدود نصف لتر ديال عصير البرتقال اللي غادي تستعملوا. وكنطحن الكل جيدا حتى كتنسجم ليا العناصر كلها. كما لاحظتوا ما استعملتش السكر، السكر كيبقى حسب الذوق ديال كل شخص، كتضيفوا السكر حسب الذوق ديالكم. ممكن تستعملوه ممكن ما تستعملوش، انا ما استعملتش السكر وكنطحن الكل وكنقدمه بالصحه والراحه. هذا هو الشكل ديالو بعد ما كيكون برد، طبيعه الحال كنتناولوه بالصحه والراحه. في امان الله.